وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد عبد الله بوتشيري أخصائي الأرصاد الجوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أكد أن الأجواء ستكون باردة ليلا في الأيام المقبلة، كما ستعاود الرياح الشمالية الغربية نشاطها نهاية الأسبوع. شهدنا طقس شديد البرودة مثل ما نعرف اليومين الماضيين، وكان هذه بفعل الرياح الشمالية الغربية شديدة السرعة خصوصا يوم الجمعة. بداية اليوم وصلت عندنا الرياح في الأربعينات، وهذا شيء طبعا غير معتاد، فمن المتوقع أن تنخفض سرعة الرياح من الليلة إن شاء الله، تستمر تدريجيا في الانخفاض. راح تكون سرعة الرياح الأيام القادمة إن شاء الله من الاثنين للخميس تقريبا خفيفة إلى معتدل السرعة، وراح تعود نشاطها على نهاية الأسبوع. وبالنسبة لدرجات الحرارة، متوقع أن تستمر الأجواء باردة خلال الأيام الجاية، خصوصا خلال ساعات الليل وبداية الصبح، وممكن أن نسجل درجات حرارة ما بين 9 إلى 13 درجة مئوية، تكون هذه درجات الحرارة الصغرى.